في التعليقات فقط احنا اخذنا ملخص من التعليقات، هذه مو كلها. يعني هناك مشاكل في العديد من المناطق، عندك في الحسينية بالراشدية، حتى في المناطق الجيدة هذه المنصور وزيونة والكرادة أيضا تفتقر إلى خدمات. احنا مو فقط نقول في المناطق البعيدة، لربما قد يكون يعني بعض المسؤولين أو بعض الجهات المختصة يقولك احنا عندنا عمل حقيقي، أوكي أكو جهات تشتغل، لكن أكو مناطق مهملة ومتروكة. لذلك احنا حتى نشتغل صح لازم تكون عندنا اعين على كافه المحافظات وكافه المدن وكافه الاحياء السكنيه حتى نعرف شلون نشتغل. وخلاصه الموضوع ان تقديم الخدمات العامه للمواطنين من ماء ومجاري وتبليط وكهرباء والى اخره، فهذه هي وظيفه الحكومات المحليه. لذا ينبغي ان يفهم اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ان مهمتهم تكمن في توفير الخدمات العامة والضرورية للمواطن. نعم يا سادة يا كرام، ليس من مهامكم البحث في الخلافات السياسية، ولا من مهامكم نقل المشكلات السياسية إلى محافظاتكم ومدنكم. أنتم لكم شأنكم وهم لهم شأنهم. خلص الكلام. والسؤال اللي نوجهه إلى الجهات المعنية أحبتي المشاهدين، هل سنستطيع تحسين الواقع الخدمي في العراق؟ أو هل ستستطيع الحكومة من تحسين الواقع الخدمي في العراق بشكل عام؟ والله ما أدري.